أحمد عرابي الزراعية كلنا عارفينها، وطبعا حلم الكل واحد نفسه يعمل مشروع زراعي. دي على حدود محافظة القاهرة في أول طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي قدام سوق العبور مباشرة، مساحتها 14,000 فدان بالتمام والكمال. وطبعا كان الأمل إنها تكون أضخم منطقة زراعية بتوجه إنتاجها لسوق العبور. القطع فيها بمساحات 8 و10 فدان، جدعان كتير زرعوا وكانوا جادين جدا، وخصوصا محصول المانجا. مانجا عرابي براند ومعروفة على فكرة. كمان في جدعان نفذوا مشروعات محترمة للإنتاج الداجني والحيواني والسمكي، ده بخلاف جدعان مشروعات التصنيع الزراعي وإنتاج الأسمدة. كل ده هايل طبعا، لكن كل واحد شغال لوحده في القطعة بتاعته اللي يدوبك أقصها 10 فدان، ونسوا إن في الاتحاد قوة وإن مبادئ التعاون تحقق النجاح. يعني مفيش خلاف إن توحيد المعاملات الزراعية في 14,000 فدان وعمل قاعدة بيانات بمحاصيلها ومشروعاتها ومستلزماتها الزراعية وتوحيد نافذة تسويقها أكيد أفضل للجميع. من هنا كانت ثورة التصحيح اللي بيقودها الدكتور عادل غندور خبير الزراعة المخضرم ورئيس مجلس محصول النخيل في جمعية هيا، والكل أجمع إن تصحيح مسار جمعية عرابي هو الأمل لإنقاذها والحفاظ على هويتها الزراعية. تعالوا نقابل في البداية الدكتور عادل غندور بعد اجتماع مهم جدا عقده في مقر إقامته بجمعية أحمد عرابي، وحضروا كل أعضاء الجمعية الغيورين عليها من الملاك اللي شاركوه الفكر في ضرورة التغيير. جمعية أحمد عرابي دلوقتي بنحاول إن احنا نجمع الحيازات اللي فيها أصحاب النشاطات الموحدة إن احنا نساعدهم على زيادة الإنتاج. الناس دي هنعمل معهم إيه؟ إزاي نحسسه بقيمة أرضه؟ إن نعظم له الإنتاجية والعائد؟ لا شك إن مزارعين عرابي دول شيء متميز جدا. هذه الجمعية أنشئت سنة 79 بعد حرب 73، وكان معظم أعضائها من المقاتلين أو المحاربين في 73. أعضائها كلهم حيازات صغيرة، يعني الرينج بتاع الملكية هنا من 8 إلى 10 فدادين. طبعا كانوا بتبقى بالنسبة لهم شيء جانبي جنب زراعتهم، ففي ناس اهتمت وكانت بتحقق نتائج. يعني حتى النهاردة في زراعات المانجا بيقدروا يرقموا إلى أرقام فوق 60,000 جنيه فدان بيع، وفي ناس بتعاني من أنها ما بتوصلش إنتاج لأنه مش متفرغ، يعني عنده شركة عنده أنشطة تانية بحيث أنه غير متفرغ. وقالوا له ما زرعتش مش هتقنن، فالراجل بالظبط زرع. فجات الفترة اللي فاتت وكان في ضغط علينا عشان التقنين، فالكل زرع أكتر من يقولوا 90%. يعني مساحة الجمعية اللي فيها باير اللي لسه ما زرعوش حوالي 200 قطعة من 1300 قطعة. احنا هدفنا دلوقتي نحول المزارع اللي كان بيشتكي انه بيخسر إلى مزارع غني، فده بيستدعي عشان يتمسك بالأرض، عشان يتمسك بالزراعة، دعم فني. هو أصلا عنده الإمكانيات، بحيث إن اللي هو ما عندوش الوقت أو القدرة إن هو ياخد باله من أرضه هنعمل مجموعات زي بالظبط ما احنا عاملين في جمعية هي. في من عندنا لجنة قصدي مجلس محصول المانجا، في كذا مهندس مسؤولين على المانجا ويمروا ويدوا الإرشادات.